مساء الخير متابعينا متابعي جريدة اليوم السابع، معكم محمد ابراهيم، تحديدا في منطقة كفر تورموس بالجيزة، في امام العقار اللي شهد وقعة وفاة 4 اطفال اشقاء نتيجة اختناق بعد اندلاع الحريق في شقتهم، وده بعد ما امهم تركتهم لوحدهم ونزلت تقضي حاجات خاصة بيها، ورجعت لقيتهم للأسف جسامين، منظر بشع، منظر يعني فاجعة، يعني صعبة جدا وصفها من المنظر، لدرجة ان الاهالي نفسهم مصدومين لغاية دلوقتي. الام حاليا بعد طبعا النيابة توصلت معاها وحاولت تسألها، ولكن هي في حالة انهيار عصبي وحاليا في المستشفى. تفاصيل جديدة وتفاصيل غريبة لأول مرة هيكشفها معانا الحاج جابر صاحب العقار. والحاج جابر للأسف يعني حاولنا ان احنا نقوله اتكلم معانا واشرح لنا الموضوع واشرح لنا الوضع، قال لي انا تعبان نفسيا والموضوع صعب، ولكن انا لو هطلع معاك في اليوم السابع انا هطلع معاك عشان اوجه رسالة لوجه الله بسبب اللي حصل، بالرغم ان هو كمان متضرر من اللي حصل، وهو كان برضو اول واحد بيعمل عملية الانقاذ. السلام عليكم يا حاج جابر، ازي حضرتك؟ معلش احنا يعني انا عارفين كنا ترافض فكرة التصوير، ولكن يعني عشان نوجه رسالة للناس. قول لي ايه اللي حصل بالظبط من البداية. اللي حصل احنا قاعدين نتغدى في البيت، وحد من الجيران نادى علينا وقال لنا يا احمد في بنبص من بره لينا حد بيقول لنا في حريقه في الدور الثاني. طلعنا نفتح الباب ونخبط على الباب ما لقيناش حد بيرد علينا، نزلنا جبنا شاكوش من تحت وكسرنا الباب ودخلنا من الصهد والنار ما بقيش قادرين نجيب. يعني انت اول ما حسيت في دخانه وبتاع طلعت على العماره على الشقه، حاولت تفتح الباب تخبط مفيش حد، محدش رد عليك، بسرعه حاولت ان انت تتصرف، جبنا شاكوش وكسرنا الباب ودخلنا. ايه اللي شفته اول ما كسرت الباب؟ الصهد طالع من جوه الاوضه، الاوضه مقفوله على الاطفال. انهي اوضه؟ اوضه النوم اللي نايمه فيها الاطفال، حبس الاطفال في اوضه والنار ولعت مولعه جوه، الطفل اتحرق والتلاتة لقيناهم زي مخنوقين من الدخان مغمى عليهم نتيجه الاختناق. بعد ما هي جت واتصلنا عليها وقالت لي ده عيالي فوق، انا افتكرت العيال فوق. امانه بامان الله بحق لا اله الا الله كده، كل راجل محترم ميرميش عياله، مش عاوزهم، مش عاوز امهم مش قادره تصرف عليهم معطيهم لا، وهي مش قادره تصرف عليهم تترجعهم لابوها، هو اولى بيهم. طيب معلش يا حاج، انت بما انك صاحب العقار يعني واول واحد حاولت تنقذ الاطفال وانقذتهم، ولكن كان السر الهي طلع يعني. وطبعا المنظر انت وصفته لي ان هو يعني بشع. المنظر بشع ان اربع اطفال يروحوا من مكان واخوات مر يعني كل ثروتها وثروه جوزها في الحياه، المفروض هي حياتها كلها هم الاطفال. طيب انت يعني دخلت قلت لي ان كان مكان عباره عن منظر مليان زباله فوق ما تتخيل، كانك شغال جنب صندوق زباله ومفروش كله في الارض، يعني الشقه كلها كانت مليانه زباله، الشقه كلها، ولو حد عاوز يعني منظر فظيع ما يرضيش ربنا اساسا. وهي كانت حاجزاهم جوه اوضه النوم بتاعتها وقافله اوضه اكل وتبويل ونوم في نفس الاوضه، فكله في نفس الاوضه واحده، كله في نفس واربع اطفال. يعني برضو مش ناضجين، شغل اسمه شغل كفر مش شغل مسلمين. طب هي متاجره منك هنا؟ متاجره مني بقى لها 10 شهور، سنه ما كملتش السنه اساسا. طب انت اليوم ده كنت قلت لي انت كنت حاسس ان في حاجه غريبه، جاييني زي اكتئاب، حتى بقول لواحد جاري بقول له جاييني زي اكتئاب قبل الحادثه في العصر كده. فرجاء قال لي يا عم خليك يجيلك اكتئاب يكتم موت ولا يجرى لك حاجه، ما حدش ينفع. تمام، فالحدث كمل اخر النهار. اكتشفت بقى في الاخر الحادث الساعه كان الساعه كام؟ الحدث السادس الساعه 6 المغرب. 6 المغرب، فدان العشاء كده. طب لما محدش تواصل معاك من قرايب الاطفال او لا قرايب الاطفال محدش جه الا لما رنينا على امهم وقالت لنا نظر اطفال جوه الشقه، وبعد ما كسرنا الباب وجت لقت بقت نطلع الجيران الله يبارك لهم
وقفوا معانا وبطفايات الحريق جابوا الناس وطفينا النار وطلعنا الاطفال، بس كان قضاء الله نفس فيه. هي لما شافت هي شافت المنظر؟ اه شافت المنظر. كان وضعها ايه؟ كانت منهارة طبعا. منهارة؟ اه منهارة على ولادي. النيابة طبعا استدعتك بصفتك كشاهد وصاحب العقار. استدعتني كشاهد وصاحب بيت وقلنا اللي يرضى ربنا بس. بس العيشة اللي كانوا عايشين فيها الأطفال دي ما كانتش عيشة. عايشين في زبالة ما ترضيش ربنا. طب أنت في رسالة كنت عايز توجهها؟ أرسلها رسالة لوجه الله الكريم. أي راجل ما يرميش عياله حتى لو انفصلوا عن بعضهم ما يديهمش للأم. وعلى القضاء الا بغير لو كانت القضاء انا بقول اهو على القضاء التنفيذ بهذا الامر ان ما حدش يدي الاطفال لامهم الا اذا كان الراجل يقدر يديها مصاريف اولادها او هي معاها مصدر رزق ما تحتاجهاش. اه عشان دي كانت بتطلع تشحت على اولادها اكل. وده نتيجة الاهمال في الاخر. وجمعية الخير كانت بتديها ايجار الشقة. اهل الخير كانوا بيدوها ايجار الشقة. كان عليها صوت او كان باع عليها فلوس الله يسامحها بيه. انت ما كانت متأخرة عليها فلوس كهرباء وفلوس ايجار من الايجار والله يسامحها بيه خلاص. بس يعني الاهمال وصل لان هي تحبسهم في اوضة. ده اهمال. ويعاقب القانون عليه الاب الاول قبل الام. طب الخسائر في الشقه ايه؟ الشقه اتبهدلت سودت كلها وفحمت. وانا اعوض على ربنا فيها الحمد لله مش عاوز منها اي حاجه. ربنا يعوض عليك ويعني الحمد لله على سلامتكم. طبعا تشكروا على ان انتوا حاولتوا تنقذوا الاطفال. احنا بس نتمنى من الله حاجه واحده بس، واقول للرئيس عبد الفتاح السيسي كده، انا بقولها لك اهو، رجان اي ست محتاجه اعملوا لها الدولة عاملة منها يا حاج لو سمحت عشان ما تمدش ايدها. عايز اقول لك كمان حاجه، لا واللي معاها اطفال زي كده هو الاب مش قادر على مصاريفه يصرف عليه. بص يا حاج، الدوله عامله تكافل وكرامه وعامله حياه كريمه وعامله حاجات كتير، بس في بعض الاشخاص هم بيبقى هو قاصد ان هو يعمل كده وان هو يعيش في الاهمال ويعيش في يعني بالعكس. هو الزباله اللي كانت عايشه فيها دي ما كانش نظام ام. لا ده تخلف. اسمه تخلف. هي كانت مطلقه ولا منفصله؟ لا مختلفين. بس مختلفين يعني انفصال مطلقه؟ لا يعني كمان ما يعني معاها جوزها المفروض بيصرف عليها. عزمت جوزها يعني عزمت جوزها. اه حتى النيابه دلوقتي طلبت جوزها وجوزها هرب ان ما يجيش يستلم ولاده وهم ميتين. العيال احلام في المشرحه. العيال في المشرحه في مستشفى ام المصريين. ما دفنوش لسه؟ لا خدتهم اعمامهم، واحد اسمه عمر الله يصلح حاله وحاله، واحد اسمه علي اخوه، خدوا الاولاد يدفنوه. هم اللي حاولوا يدفنوه. طبعا عشان والنيابه صرحت بدفنه. ماشي يا حاج وشكرا لحضرتك. الشكر لك. زي ما قلنا لحضراتكم تفاصيل مثيره، تفاصيل غريبه. باختصار شديد الحاج جابر صاحب العقار والشاهد الاساسي في القصه واللي حاول اول واحد ينقذ الاطفال بيتكلم في ان الست والدتهم مهمله جدا، كانت اثناء الحريق حاولوا يفتحوا الباب طبعا كان مقفول فكسروا الباب، بيكسروا الباب لقوا ان الاطفال جوه غرفه الخاصه بغرفه النوم ومقفوله عليهم طبعا كمان اللي ساعد على فكرة الاشتعال الحريق وان الاطفال يتوفوا ان هو كان مقفول عليهم، زائد كمان بيقول ان الشقة كانت كلها عبارة عن يعني للأسف سلة قمامة من الورق وهدوم متركمة وحاجات غريبة جدا موجودة جوه، وده ساعد في عملية الاشتعال وتسبب في وفاة 4 أشقاء اطفال من عمر سنة ونص لغاية 10 سنين. الطفل اصغر طفل فيهم هو اللي تم اصابته بالحريق، ولكن الثلاث اطفال الاخرين توفاهم الله نتيجه الاختناق، وطبعا الطفل الاخير الصغير برضو توفاه الله نتيجه الاصابات والاختناق.